شوف أتيلا، ما حدا بيعرف إني هون أبداً، تمام؟ بس يا أنسي هاندا، شو رح يصير؟ شو رح يصير إذا ما خليت حدا يعرف بالقصة يعني؟ افترض لساتني بأنطاليا. طيب لو سمحت لا تخبر حدا. اسمعني أتيلا، أنا عندي بس هالفرصة لسه، فرصة مشان كون مع محمد مرة تانية، حتى لو اضطريت أمشي كل الشوارع كرمال لاقي. رح أعمل هيك، بس إذا حكيت لبابا عني كيف رح أقدر أخلي محمد يتراجع عن خطأه؟ أو حتى أن أكون منيحة؟ تعرفي إنه ما بقدر خبي شي عن والدك. رح تجنني أنت، بس قلي ليش. ليش؟ خلص منخلي الموضوع بس بيناتنا، ما تخاف أنت. وبعدين هالشي بيخصني، لو سمحت لا تخبره، بترجاك. خدي هاي، هاي رح تحميك من الشمس بأنطاليا، ما بيقدر حدا يتعرف عليكي، ما حدا رح يعرف إنك هون أبداً. أنا حاسس قديشك متضايقة، لهيك بوعدك ما خون ثقتك، بس لازم تعرفي إنه ما رح تلاقي محمد هون هلأ. ما فهمت، شو قصدك أنت؟ قصدي السيد محمد هرب لبرا البلد. شو؟ لبرا البلد؟ يعني أنا ضيعت محمد وما بقى شوفه أبداً؟ شو رح تعمل؟ كيف رح تقدر تقنعها؟ ما رح أقدر أقنع زيليش نفسها، بس يمكن أقدر أقنع أبوها العم شاكر، لو بقدر أدفع له بس جزء من الدين اللي علي لسه، وحاول أكسب ثقته وخليه صدقني. عمهلك دقيقة، شو رح تعمل؟ مشان تكسب ثقته بدك تعطيه مصاري؟ طول بالك، الزلمة مو من هذا النوع، صدقني لو بعرض عليه العالم كله مو بس مصاري ما رح يقبلني إلا إذا هو حابب هالشي. كيفانش؟ وأنا عم أقول لحالي إذا قدرت سدد جزء من الدين اللي علي للعم شاكر، وإذا كمان خليته يصدقني ويتقبلني وكسبت ثقته، يمكن أموري كلها تنحل، ويمكن نحنا نستفيد، يمكن لبعدين نقدر نغير شيء بحياتنا. بالنسبة لديونك، من وين رح تدبر مصاري أنت؟ ليش عم تضحك؟ في مجال أعرف هذا الضحك شو سببه؟ وعم تضحك مثله؟ أي ضحك؟ بالله خبروني، أكيد في شي ماله منيح. لا لا لا، وما تشغل بالك، شافت سيارة واقفة بطريق أحلامك شو بتعمل؟ شو ما بتتخلى عنا؟ أي سيارة؟ سيارتك. مستحيل. مو مستحيل. قلت مستحيل. اسمع، ما تحكي حكي أكبر منك، لأنه ما رح تقدر تعمل أي شيء. عم لك هذا الشيء مستحيل يصير. أوه، إيه، واقف كيفانش، هات المفتاحات. مو أنت اللي زعلت من محمد لأنه دمر لنا أحلامنا؟ هاي ليك ومعي صار. هات المفتاح أخي، مشان أحلامنا. معقول ما تتخلى عن سيارة واحدة بس وتخلينا نبلش بشغلنا؟ بلا هالمسح بقى، أعطيني المفتاح، ما رح أبيعكر مالك كرمال مشاريعك الفاشلة. اسمع شوي كيفانش، سيارة واحدة ما بتشتري لك منشأة، بس المنشأة رح تشتري كتير سيارات. هو معه حق، بس خليني أسألك شي، خطتنا هلأ جاهزة ورح نخلي أهل الضيعة يشتغلوا فيها، وبعدين بتصير المنشأة كلها لألنا، كل شي بعدين رح يصير باسمنا ومنحقق أحلامنا، والمقابل هالمفتاح ما بتتخلى عنه. شباب اسمعوني بقى، عم قلكن اسمعوني، شو نعمل يعني؟ ما فيكن تأسسوا أي شغل على حسابي وعلى حساب سيارتي. خلصنا خلصنا بقى. ها طيب رح خبرك هلأ. تفضل. مشي الحال، نحن أسسناها.